دايما الحقيقة أي شطات بنشوف من خلالها يعني جماهير النادي الأهلي بتبقى شطات مفرحة ومطمئنة. يا رب ما نتحرم من الشكل الجميل اللي شفناه من شوية، وإن شاء الله يعملوا الشغل المتوقع منهم بإذن الرحمن في مساندة الفريق في الماتش القادم. إحنا طبعا آخر حلقة من 10 الصبح في الأهلي قبل رمضان، ومن هذا المنطلق يا حضرات فإحنا عندنا ملفات كروية كتير عايزين نتكلم فيها أنا وحضراتكم وضيفي العزيز اللي هينورنا. هنتكلم عن الأهلي، هنتكلم عن المنتخبات، وكمان أكيد هنطل طلة زي ما كنت بقول لضيفي العزيز من شوية على المنافسات الأوروبية. الدنيا ولعة هناك في الدوريات الأوروبية بشكل عام ودوري الأبطال بصفة خاصة. كل دي أمور هنتكلم في كل تفاصيلها مع ضيفنا اللي منورنا الأستاذ كريم فضل الناقد الرياضي. يا صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا أستاذ كريم. كل سنة طيب وحضرتك طيب كريم عليك وعلى أهل بيتك. الله يخليك يا رب، وكل سنة وحضرتك طيب وكل مشاهدينك والأمة الإسلامية بخير وسعادة ورمضان كريم عليكم الله جميعا. الله أكرم، اللهم أمين يا رب العالمين. أنا ما كانش حظي حلو بقى المرة اللي أنت جيت فيها بس هي بص الأقدار بتلعب دورها. ده أنا النهارده يعني أنا سعيد ومتشرف. أنا اللي سعيد الحظ إن أنا موجود مع حضرتك في منبرك الإعلامي الكبير وسط جمهور النادي الاهلي العظيم يعني. ربنا يخليك. طيب تعالى نبتدي بالماتش اللي جاي اللي الناس كلها مش شايفه غيره حاليا، ومش شايفه غير ان احنا لازم نحقق من خلاله الفوز من منطلق ان دي ضربه قدر، واخد بالك القدر قال قوله وخلى عندنا مساحه ثانيه لتصحيح المسار انجاز التعبير. فتوقعاتك ايه في الماتش اللي جاي ان شاء الله بين الاهلي والهلال السوداني؟ هي مش توقعات، هي امنيات بالطبع ان احنا نفوز فوز عريض من خلاله يستطيع الأهلي التأهل للمرحلة القادمة. يعني منافس مش سهل، عنده كامل الحظوظ زيه زي الأهلي. هي المباراة على الورق 50-50، اللي يستطيع الفوز هو اللي هيتأهل، وطبعا نتمنى أن يكون التأهل من نصيب النادي الأهلي يعني بشكل بالضبط. في ملابسات حصلت ومناوشات تبقى مطلوبة أحيانا علشان تدي المباراة طعم وإثارة، ولكن يعني أنا عندي تحفظات على بعض الأمور اللي بدأت تصدر من جانب الجمهور. ومين ما عندوش يا أستاذ؟ ومين ما عندوش تحفظات؟ وعلى فكرة بالمناسبة، عارف لو التحفظات دي تخص فريق من دولة أخرى بالظبط بيمشي الحال، ما بتقفش عندها كتير، بس في دول بعينها ما ينفعش، يعني ما ينفعش لمليون اعتبار والمليون سبب تاريخي عبر الزمان. فيعني هنقول ايه؟ ربنا يصلح الحال ان شاء الله تعدي المباراه على خير. وفي النهايه هي مباراه كره قدم بين فريقين لهم كامل الاحترام. احنا عايزين كل الناس تستوعب كده يعني. وان شاء الله الفوز اهلاوي. طيب على ذكر بقى الماتش اللي جاي وعلى ذكر كلامي السابق عن الجمهور، ما تيجي تسمع معانا صوت الجماهير. يعني كالعاده صوت الجمهور بالنرف بتاعه بالشغف بالحب بالدعم كفيل بانه يحرك الجبال، كفيل بانه يخلي اللعيبه تنزل تاكل النجيل بالمعنى الحرفي. انا شفت ان عينين حضرتك لمعت. جمهور النادي الاهلي على العهد دايما طبعا. وانا بقول لحضرتك اللي احنا شفناه ده هيتكرر واكتر في مباراه الهلال ان شاء الله. مع الكلام اللي بيصار ان في موافقات بعدد 50,000 ان شاء الله يكونوا موجودين. انا بقول لك هيعملوا ملحمه، وهيكونوا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى هيكونوا هم السبب في تأهل النادي الأهلي والحصول على البطولة بإذن الله. يا سلام، يا رب من بقك لباب السماء إن شاء الله. يعني ودي الثقة اللي دايما بيتسم بيها برضو جمهور النادي الأهلي، يعني مع أن الشكل العام يوحي بأن لا يعني بعيد اللي احنا بنتكلم فيه أو اللي احنا بنحلم بيه. كريم الأهلي عودنا كالعادة النادي الأهلي دايما ممكن يدهشك. هو عودنا على طبعا أن ما في المستحيل ليس أهلاوي. بس يا اخي بينتج عندها مسؤوليه ضخمه جدا، يعني الواحد يحط نفسه مكان اي لاعب من لعيبه النادي الاهلي لابس تيشيرت النادي الاهلي، دي حاجه تخض طبعا بجد، يعني غير ان هي تفرح وتشرف بس هي حاجه تخض جدا. الاسم والجماهيريه والشعبيه الطاغيه مسؤوليه كبيره جدا. احنا دايما بنبقى منتظرين من لاعيبه النادي الاهلي ان هم يكونوا على قدر المسؤوليه فقط، لو كانوا على قدر المسؤوليه اعتقد ان مفيش فريق هيقدر يقف قدامه. طبعا لو تفتكر في 2019 تقريبا لو انا مش غلطان كان في ماتش بيننا وبين سان داونز واتغلبنا فيه 5 هناك لو تفتكر. بالظبط. بعد الرجوع الماتش كان موجود عندنا في استاد برج العرب وكان الحضور 30,000 بس حتى مش 50. وبالرغم فاكر عملوا ايه؟ بالرغم من ان احنا فزنا بهدف مقابل لا شيء وخرجنا من البطوله، لكن الجمهور شجع اللعيبه وقتها. والاهلي من بعدها حقق دوري الابطال مرتين ووصل فاينل مره، فده اللي احنا بنقوله ان انت دايما اخلق دوافع، خلي اي عثره او اي حاجه تعطلك تكون دافعه ليك للامام،
مش مجرد ان انت خلاص تهد المعبد وتقف بقى عند المرحله زي ما دي حصل في الواقع اللي احنا بنستشهد بيها دي على سبيل المثال، مش الحصر تاني سنه مش بس يعني ده خدوا بطوله بعد ما وعدوا الجمهور بالظبط، وبعدين اخدتها مرتين يعني بسيناريوهات خياليه يعني طبعا. انت بتكسب الرجاء بتكسب برايح جاي طبعا، وتكسب الزمالك في الفاينل بهدف في توقيت قاتل، بتكسب كايزر تشيفز في النهائي اللي بعديه برباعيه باداء ونتيجه، وبتسافر لكاس العالم للانديه وبتحقق نتائج جيده جدا وبتحقق المركز الثالث. يعني عاوزين ده، يعني احنا منتظرين دايما من النادي الاهلي كل ما هو مناسب لجمهوره. طب توقعاتك برضو بالنسبه للماتش اللي جاي فيما يتعلق بالاهلي والهلال السوداني، لازم ناخد في الاعتبار ان برضو الماتش ده هيحمل يعني بعض الضغوطات الاستثنائيه على اللعيبه اللي مش متعوده تلعب في ظل وجود جماهير، واحنا هنا بنتكلم في 50,000 اسد بيظهر في الاستاد، فدي برضو يعني الى اي درجه ممكن يبقى في حاجه للتاهيل النفسي او التجهيز او أحسن. التمهيد ايا كان المسمى للعيبه دي بصفه خاصه. المباراه دي محتاجه بالفعل رقم واحد تاهيل نفسي. الاهلي يعني للاسف في بعض المباريات لما بيبقى داخل بعصبيه وبنيرف بتحصل ضربات كده في السيناريو الخاص بالمباراه، ولكن لما بيدخل المباراه باعصاب هاديه مش مستعجلين ورا الجمهور بيشجعك، انت لازم تكون واثق في قدراتك، واثق ان الفوز حتى لو تاخر لاخر دقيقه تقدر تسجله، لازم تكون هادي. الشق الفني لازم يكون برضو مستر كولر محضر بشكل كويس، مختار التشكيله والعناصر اللي هتحقق له الفوز، بيقسم المباراه حسب معطياته الخاصه، امتى اهاجم بشكل قوي وامتى ابدا اعمل الزون ديفنس بتاعي عشان خاطر العب على المرتدات او احافظ على الاستحواذ بتاعي. اكتر من سيناريو لازم يكون مجهزه في حاله التاخر بهدف لا قدر الله، اعمل ايه التغييرات بتاعتي، ايه التحولات بتاعتي من اللاعبين، يعني الاوفرلابس بين اللعيبه. يعني انا اسف لمقاطعتك بس في حاله لا سمح الله دخول هدف ما قدامناش حاجات كتير نعملها، لازم نجيب قصاده هدفين بالظبط، بس لازم يكون محضر كل السيناريوهات طبعا. علشان خاطر اللاعب ما يحصلوش ارتباك، ما يحصلش، لان في فرق زي ما حضرتك عارف بين السرعه والتسرع، ان انا اكون رتم المباراه سريع بس مش بتسرع عشان خاطر اقدر من خلال هجمه او هجمتين. في مباراه الهلال وسان داونز، سان داونز كان بيلعب على الاستحواذ وتمرير الكره بين لاعبيه، بالرغم من كده كان الهلال بيقدر يوصل، يعني كان في عنده مشاكل دفاعيه، لاعبي الهلال كان عندهم تسرع وسوء استغلال للفرص، بالتالي ما قدروش يترجموها. نفس اللي حصل على فكره في مباراه الاهلي وسان داونز في المباراه الاولى اللي انتهت بالتعادل، انت كاهلي قدرت توصل لمرمى سان داونز، لمرمى الحارس ويليامز اكتر من مره، بس ما قدرتش تترجم الكور دي، مشكله في الفينيشنج بالظبط. فعشان كده زي ما بقول لحضرتك لازم يكون في تدريب على الفينيشنج، استغلال الفرص، جات لك ثلاث اربع فرص تسجل هدفين او ثلاثه طبعا، ده المطلوب. صحيح، وللامانه برضو ودي مش حاجه جديده، يعني من قديم الازل قبل كده لعيبه النادي الاهلي ورونا اكتر من ريمونتادا كانت غير متوقعه في ماتشات كتير على مدار يعني التاريخ. في مره من المرات، وده برضو على سبيل المثال اكيد مش على سبيل الحصر، مباراه النادي الاهلي مع الملعب المالي بالظبط، كان النادي الاهلي كان خسران بهدف في البدايه لكن انتهت المباراه بنتيجه 3-1 هاتريك ابو تريكه بالظبط. اكم من مباراه يعني سواء محليا او على المستوى القاري، قدرنا نعمل ريمونتادا ونعمل كامباك من خلاله نقدر نسجل وبنفوز. وزي ما قلت لحضرتك هي مباراة صعبة عشان خاطر ظروف المجموعة، ولكن انت تقدر تسهلها على نفسك. تسهلها على نفسك ازاي؟ انك تبدأ ضاغط بشكل مبكر، تقدر تسجل، يعني يا سلام من اول فرصة تجيلك، يعني تبقى شيء عظيم جدا طبعا، بلس بقى انك تكمل على الضغط ده، ما ترجعش لورا عشان خاطر الهلال برضه عنده عناصر كويسة جدا طبعا، سواء من المحترفين او من لاعبي المنتخب السوداني، لازم نديهم حقهم ولازم تحترم المنافس بس ما تبالغش في احترامه. طبعا. بالمناسبه في ظاهره ملفته للنظر وبرده ما هياش جديده، يعني بتلاقي في بطوله ما بيشارك فيها النادي الاهلي وعنده ماتش مع منافس من المنافسين، وممكن جدا يكون المنافس ده في الظروف الاعتياديه في الدوري المحلي بتاعه اللي هو بيلعب فيه على قد الايد، يعني مش مبهر باي حاجه، بس يجوا قدام النادي الاهلي ويتعملقوا. انت فاهم انا عايز اقول ايه؟ يعني دايما النادي الاهلي بيستنفر اي قوه ان وجدت في اي فريق منافس. احسنت. ايه بقى ايه سر الظاهره دي؟ هي مش سر، ده قدر القبار.
طول ما انت كبير. يعني انا لما الاهلي بيلعب ريال مدريد احنا كلنا كنا يعني في حاله استنفار، عايزين لعيبه النادي الاهلي طبعًا تخرج افضل ما لديها طبعًا. قبل كده مباراه بايرن ميونخ، حتى في المباراه الوديه اللي كان النادي الاهلي بيلعبها مع برشلونه مع ريال مدريد مع اي سي روما مع اي فريق من الفرق الاوروبيه، طبيعي بنبقى منتظرين من اللاعبين ومن الجهاز الفني ومن الجمهور من المنظومه ككل انك تطلع افضل ما عندك، لانك بتلاعب الكبار اللعبه في العالم طبعًا. النادي الاهلي هو كبير اللعبه في القاره وسيدها، يعني بالارقام وبالبطولات وبالاحصائيات وبالتاريخ وكل اللي عايز تقوله قوله. فده طبيعي ان انت لما بتلعب النادي الاهلي، شوف حضرتك في المباريات الافريقيه، افريقيا الداخليه يعني الجنوب او الغرب او الشرق، المباريات اسال اي لاعب يكون ضيف حضرتك او بشكل عام صديق، قول له لا الجمهور بيبقى فرحان جدا في حاله فرحه. اسم النادي الاهلي براند، براند كبير في القاره وفي الوطن العربي، وبفضل الله اصبح عالمي. مش بنقول الكلام ده عشان احنا في القناه بس، ده وضع طبيعي. فده طبيعي بيخلي كل الفرق اللي بتلعبك بتبقى في حاله تاهب وبتبقى عايزه تطلع افضل ما لديها، يعني طيب. ده وضع طبيعي في كره القدم طبعا بالنسبه لقوه وقدر النادي الاهلي في القاره. طيب ماذا الاستفاده بقى للنادي الاهلي من وجود حوالي 13 14 لعيب في المنتخبات المختلفة ما بين المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي إلى آخره؟ يعني الاستفادة اللي بتتحقق من وجود عناصر عندك في ضمن الكروت الرابحة بتاعتك بتشارك مع المنتخبات بيبقى لها انعكاسات، وبصفة خاصة كمان اللعيبة المحترفين حد زي علي معلول وبيرسي تاو وفكرة مشاركتهم برضو مع منتخبات بلادهم. أستاذ كريم، هو على الورق ده بيعلي الإيمج والقيمة السوقية بتاعتك، لكن فعليا للأسف بيبقى فيه بيبدو عنها اجهاد واصابات. يعني اتعودنا في الفيفا ديت للاسف يعني ان بتحصل اصابات كتير جدا للعيبه في المباريات الوديه والمشاركات الرسميه. اتمنى ان ده ما يحصلش طبعا، ان احنا في حاجه لكل العناصر من اللاعبين الدوليين يعني للنادي الاهلي، سواء على المستوى المحلي في بطوله الدوري اللي هترجع تستمر او على المستوى القاري. يعني انت ان شاء الله لما نتاهل هتواجه بطل احدى المجموعات الثلاثه الاخرى، يعني اكيد هتلاعب فرقه كبيره وفرقه قويه، فانت محتاج كل العناصر اللي عندك طبعا. وفي الدوري انت بتلعب على الشقين دول خلاص، يعني انت ما عندكش غير المسابقتين دول طبعا في الوقت الحالي، فمحتاج انك تفوز بيهم. اللي بتمناه زي ما قلت لحضرتك ان ما تحصلش اجهاد او اصابات لبعض اللاعبين المؤثرين، ولكن الاهلي بمن حضر ان شاء الله يعني ما يحصلش اصابات، بس انا واثق ان اي حد اي 11 لاعب هيلعبوا في ماتش الهلال ان شاء الله هيحققوا الفوز. يا اخي الاصابات دي ساعات بتتحول للعنه، يعني في وقت من الاوقات كان تقريبا قوام الفريق كله تحس ان الحكايه قلبت مستشفى، يعني ده برضه ما تفهمش يعني ايه اللي كانت عكوسات في وقت معين. مش عكوسات بقدر ما هي اجهاد، يعني انت لعيب عندك بتلعب بقالها 3 سنين بشكل مستمر، سواء على يعني مع النادي الاهلي او مع المنتخبات. لو مكان بيحتاج يريح بالظبط، يعني المكان بيحتاج انه يرتاح شويه عشان خاطر يرجع يديك المجهود، فما بالك ببشر او انسان. صحيح. فده بيحصل للفرق اللي هي بتلعب بطولات كتير او بتشارك في بطولات كتير ومطالبه انها تفوز، مش مجرد انها تشارك. الاهلي لو لعب في دوره رمضانيه مطلوب منك انك تكسب الدوره دي طبعا، فيعني ده وضع برضه انا شايفه وضع طبيعي في ظل. تعال نروح بقى للمنتخبات المختلفه، وتعال نتكلم بدايه عن المتوقع من منتخبنا امام ملاوي. يعني الوضع الصعب اللي احنا سيبك انت الابتسامه دي بليغه يعني. اول ما قلت انا كلمه منتخبات لقيتك اللي هو مش عارف تروح فين. لا ليه فكرت في ايه اول حاجه خطرت على بالك لما كلمتك عن المنتخبات؟ هو احنا عندنا طبعا النهارده المنتخب الاولمبي هيلعب مع زامبيا، اتمنى له التوفيق ان شاء الله، وبعد كده منتخبنا الاول هيلعب مع ملاوي رايح جاي يعني مباراتين. انا يعني مش عايز اقول مش متفائل، ولكن في مشاكل كتير في المنتخبات، في مشاكل اداريه ومشاكل فنيه. لو احنا على الصعيد المنتخبين الاثنين وبالتحديد الاولمبي والاول الاولمبي اكتر كمان، يعني الاولمبي انا يعني عندي تحفظات كتير على بعد مشاركته كمان الاخيره في البطوله الاخيره دي اللي شفنا من خلالها حاجات غريبه لا هو القائمه لو حضرتك بصيت لها يا استاذ كريم هتلاقي ان على مستوى حراسه المرمى انت بتتكلم على لعيب عنده 22 سنه و21 سنه، يعني طبيعي جدا يكون بيلعب فريق اول مستريح، يعني لعب له اكتر من 10 15 مباراه مش اولمبي. لا ده مستوى حراسه المرمى الاربع حراس مع كامل الاحترام والتقدير لهم، ولكن بتكلم على اشخاص طبعا. لا انا بتكلم على السكواد بقى، مفيش ولا واحد فيهم بيلعب فريق اول، مفيش ولا واحد فيهم شارك في مباراه مع الفريق الاول في خلال بطوله الدوري او بطوله الكاس او اي حاجه. فده اول حاجه. المهاجمين اللي تم اختيارهم الاربع مهاجمين، الاربعه جايبين مسجلين هدفين فقط
في بطوله الدوري، هدف عن طريق احمد عاطف اللي ما بيشاركش كتير، وهدف عن طريق عبد الرحمن اجويرو اللي هو لاعب يكونوا مدافعين ويتحطوا بالغلط في الخطه. لا بالعكس انا بقول لحضرتك برقميا، ويعني الاربعه جابوا الاربعه سجلين هدفين. سوري وحراس المرمى بالكامل ولا واحد بيشارك فيهم مع فريق اول. طب احنا هنلعب ايه بالحب؟ مش بالحب، هو انت بتعتمد على منظومه الهجوم اللي هي تحت راس الحربه اللي هي منظومه في الحركه. لا في في بقى في محمود صابر، ابراهيم عادل، مصطفى سعد، ميسي، زعزع، عبد الغني، دول هم دول يعني قوه المنتخب الاولمبي في الثلاثه اللي بيلعبوا تحت راس الحربه. ده بتكلم هجوميا. دفاعيا انت عندك برضو يعني عناصر جيده في قلبين الدفاع، مغربي، حسام عبد المجيد، محمد طارق، محمد سمير شقيق اللاعب سعد سمير. عندك برضو في الباك رايت نفس المنتخب الاول في ازمه كبيره جدا، هم اثنين، احمد سيد عبد النبي لاعب الداخليه ده اللي بيشارك بشكل مستمر، واحمد عيد على يعني على فترات مع انبي. المركز الباك ليفت في محمد اشرف لاعب النادي الاهلي، محمد حمدي ده لاعب كويس جدا لاعب انبي، وفي حاتم سكر لاعب الزمالك. يعني الاسماء اللي بقولها لحضرتك مفيش يعني مفيش فيهم حد واو، مفيش حد فيهم تقدر تقول انه يبقى نجم. طب ليه ده حاصل؟ علشان عندنا ازمه كبيره في قطاعات الناشئين في مصر، عندنا ازمه اختيار مدربين واختيار لاعبين وبزنس وحاجات كتير جدا لو احنا اتكلمنا فيها مش هتكفي حلقه ولا اتنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا 10. طب احنا في الاخر لما نتكلم على ان كده في شبهه انهيار للمنظومه بالكامل، ما انا عشان كده قلت لحضرتك انا يعني اتمنى طبعا التوفيق، يعني في الاخر هو منتخب بلدي، بس انا ما هو بقول بناء على الرؤيه. يعني بكلمك على ايه؟ يعني انا اسف في اللفظ، بس ما هي المصيبه السوداء هنا موجوده هنا، ان احنا في الاخر بنتكلم على منتخب مصر الاول لكره القدم. منتخب مصر اللي كان في ازمنه سابقه يخض. لا هو ايه اللي حاصل ده؟ ما هو ان انت بتحكم بناء على النتائج والمعطيات، المعطيات بتقول ان انت عندك منتخب ناشئين. نتائج ومعطيات وكواليتي لعيبه واسماء لعيبه بالظبط، ونتائج في مباريات بنتفرج عليها. لا هو بس في حاجه مجنناني شويه، انت عندك منتخب الناشئين مثلا مواليد 2006 ده يعتبر افضل منتخب في المراحل العمريه، يعني لعيبه كويسه جدا 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 وكلنا نعرفها. ده بالعكس، ده احنا في لعيبه منهم بنطالب ان هم يلعبوا فريق اول، وبالفعل في منهم لعيبه بدات تلعب فريق اول. كويس. خروج من بطولتين عرب بنتائج كارثيه كارثيه. الاسباب اسباب اداريه مش فنيه. الاسباب هقولها تاني لحضرتك، اسباب اداريه وليست فنيه. منتخب الشباب طبعا شفنا كلنا الخروج المهين على البطوله على ارضنا. هل اللاعبين دول سيئين؟ لا طبعا، لاعبين كويسين جدا. يبقى اسباب اداريه ايضا. طب انت دلوقتي المنتخبات اللي هي بتدعم المنتخب الاولمبي، ادي شفنا النتائج والاداء، طب انت منتظر ايه من المنتخب الاولمبي؟ طب تعالى نفترض ان انت قلته صحيح مليون في الميه، ان كان في مشاكل اداريه وانت عملت ستريس قوي على اداريه عشان تنفي المسؤوليه عن اللعيبه، واكدت بان اللعيبه نفسهم لعيبه كويسين جدا. طيب تعالى نتكلم على ان لو انت عندك 11 لاعب كويسين نزلوا وجايين من خلفيه انهيار اداري، مش هقول لك بس في اخطاء او مشاكل، لا ده في مفيش اداره خالص، بس انت عندك 11 لعيب كويسين، مش المفروض ال 11 دول لو لعبوا نشوف منهم احلى شويه من اللي شفناه؟ يا فندم ده باجتهاد شخصي، لا هقول لك في مدير فني ولا هقول لك في خطه ولا هقول لك في جمل تكتيكيه، هقول لك ان كل واحد لو لعبه بشكل فردي لا مش كنا نشوف حتى احسن من اللي شفناه. حضرتك لسه بتقول لي دلوقتي على الدوريات الاوروبيه ايه قبل ما نطلع في الفاصل. يعني في منافسه وقوه، عمر المنظومه ما هتبقى لاعب فقط، المنظومه بتشمل جميع افراد المنظومه من اول الاتحاد لحد العمال، يعني العمال نفسهم بالظبط. فانت لازم توفر له كل سبل اللي هي تخليه يطلع افضل ما عنده، ما يبقاش اللعيب في خلاف مستمر مع المدير الفني ومشاكل ومش عارف ينام اصلا ومش عارف يفكر غير في المشكله اللي حاصله معاه، وتقول لي انزل طلع لي احسن حاجه. مستحيل يا استاذ كريم، مستحيل. انت حضرتك لو انت مش مرتاح نفسيا للشغل في قناه النادي الاهلي هتقول لهم باي باي، سلام عليكم. ما انا مش هضغط نفسي مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره علشان خاطر بس اللي لابس تيشيرت منتخب مصر يعني وضعه غير. احنا بنتكلم على مسؤوليه تانية خالص، وبنتكلم على ان ايا كانت الاحباطات اللي حواليك. طب ما يبقى المسؤول ما تنفيش ان انت لما بتنزل ارض الملعب، ما المسؤول يبقى قد المسؤوليه، المسؤول مش اللاعب فقط. انا مش بحمل اللعيبه المسؤوليه، بس بكلمك على تفصيله ان حتى في حال وجود انهيار اداري، مش مجرد خلل اداري او يعني مشاكل اداريه،
لازم تديني اماره ان انت لعيب كويس، على الاقل اشوف منك كورتين حلوين اقطع احكي عنهم بعد نهايه الماتش. ما هو انت بتلعب فرق محققه اللي انت مش عارف تحققه، الجزء الفني والجزء الاداري. يعني انت لو بصيت على تجارب المنتخبات الافريقيه اللي بدات تتطور بشكل مرعب هتلاقي انت فين. يعني انت لازم تبص على التجارب دي. يعني زمان كانوا بيبصوا علينا ويقول لك مصر 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 مصر، لا خلاص انت دلوقتي انت اللي بتبقى عايز تبقى زي المغرب وزي السنغال. يعني حضرتك وليد الركراكي عمل لفه في اوروبا كده، جايب 7 لاعبين لاول مره بيشاركوا مع منتخب المغرب، هيلعب البرازيل وديا. لاعبين اكبر ما فيهم يعني عنده 20 سنه ولاعبين بروميسنج جدا. انت فين من الكلام ده؟ انت بتحارب اللعيبه المصريه اللي محترفه بره اللي هي مزدوجه الجنسيه او اللي هم بيلعبوا في مراحل الناشئين، اديهم فرصه، ايه المشكله؟ يعني لو حضرتك بتتابع موضوع مصطفى اشرف لاعب المصري المحترف في المانيا، بعد ما جه وشارك في المباراه الوديه قال لك اصله مش تم استبعاده عشان خاطر حاجه كده. ايه بقى خلافات؟ اصل احنا بعتنا وهو عنده ماتشات مع فريقه. يعني انت من البدايه مش عارف اصلا الموضوع ده، يعني اقنعني. هو كده لازم نقول ان في فرق كبير ما بين الخلل الاداري والهرتله الاداريه الحقيقه يعني. طيب على كل الاحوال تعالى نروح للجانب المفرح في كره القدم، وتعالى نتكلم عن كره القدم بقى كما ينبغي ان تكون زي ما احنا بنشوفها في الدوريات الاوروبيه المختلفه ولا سيما دوري الابطال. نبتدي بمين فيهم الدوريات المختلفه؟ نمر كده سريعا على كل دوري. يلا بينا. هو احنا بس كان اذا سمحت ليا يعني طبعًا احنا طبعًا عندنا طبعا مباراتين مع المنتخب الاول ان شاء الله نعديهم علشان خاطر الموقف الصعب اللي منتخبنا فيه. منتخب ملاوي مش اقوى حاجه تقدر تكسبه رايح جاي. منتخب ملاوي ما فيهوش ولا لاعب محترف في اوروبا بشكل مبدئي، حتى على القائمه اللي تم اعلانها عن طريق المدير الفني الروماني ماريو مارينكا. المحترفين عنده في الهلال السوداني، في سونجو الموزمبيقي، وفي الدوري الجنوب افريقي، مش في دوريات اوروبا. مفيش ولا لاعب فيهم بيلعب في اوروبا، ودي حاجه غريب شويه لان مفيش يعني مفيش دوله داخل قاره افريقيا ما عندهاش محترفين. ولكن هو منتخب قدر يحقق الفوز على اثيوبيا بهدفين مقابل هدف، ويخسر من غينيا بهدف نابي كايتا لاعب ليفربول في الدقيقه 90. فعنده 3 نقاط، انت مطالب بالفوز بالمباراتين عشان خاطر تقدر تتاهل. اتمنى ان منتخبنا يحقق الفوز، واتمنى ان يحصل تطور. وانا من خلال حضرتك انا بقول لهم اهو منتخب ملاوي في المتناول اكيد بيلعب، او مش اكيد، هو المفروض المفروض يعني مش في حاجه اكيد يا عم كريم. يعني هو بيلعب بطريقه لعب سهله جدا واضحه وما بيغيرهاش. يعني حتى مع تغيير المدير الفني 4-1-2-3 4-1-2-3 وبيعتمد على الجناحين. عنده مهانجو طبعا لاعب امازولو، وخدوا مويا لاعب بلوتين جنوب افريقي. يعني هم دول عنصرين الخطوره اللي عنده. وعنده لاعب طبعا جيرالد فيريا جونيور، ده بيلعب في نادي الهلال السوداني بالمناسبه، لعيب كويس جدا. وجوسيم باندا بيلعب في سونجو الموزمبيقي. باقي العناصر قليله جدا، يعني مش عايزين، يعني كل سنه وانتم طيبين، احنا في رمضان مش عايزين حاجه غير كده. والله ما في ابلغ من كل سنه وانتم طيبين. يعني مش احنا يعني نعمل ايه تاني؟ مش عايزين نزعل بقى. نروح بقى تعال يا عم كريم نروح لاوروبا بقى. نروح لاوروبا نشوف الدنيا عامله ايه هناك. بصراحه نبتدي بمين بقى؟ نابولي. يعني نابولي وميلان مباراه كده بينتظرها كل عشاق الكره الجميله. طبعا مانشستر سيتي وبايرن ميونخ دي المواجهه الاقوى. ريال مدريد وتشيلسي برضو مواجهه صعبه، رغم ان تشيلسي حصل دروب في النتائج بتاعته، والريال مرشح يعني كالعاده يعني هي بطولته المفضله. ولكن انا متفائل جدا ان احنا هنتفرج على كره جميله. بمناسبه ريال مدريد، قبل ما ندخل برضو في تفاصيل الدوريات، برضو من الامور اللافته للنظر ومش حاجه جديده، دي برضو من زمان، حتى لو ريال مدريد وضعه بعافيه حبتين في الدوري، عندهم الدوري الاسباني، بس بيجي على دوري الابطال ويتحول شخصيه البطل. ايه بقى كان؟ هي شخصيه البطل. تحس ان النادي ده معمول او مخلوق للبطوله دي بالتحديد. هو الريال بيحب دوري الابطال، يعني بيحققها احيانا كده بالظبط باريحيه. يعني في السيزون اللي فات كان يعني كان بيبقى مضغوط جدا في مباريات زي باريس وتشيلسي، حتى المباراه النهائيه، ولكن بيقدر انه يحقق البطوله. انشيلوتي
متمرس في البطوله بشكل كبير، لاعبي حتى الريال طبعا خبرات عظيمه وكبيره جدا 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 بتقدر تحسم، زائد عنده عناصر. هنا بقى بتيجي العين، يعني المنظومه كلها بيخدموا على بعض، يعني ما تقدرش تقول ان توني كروز هو الافضل، ولا لوكا مودريتش، ولا فينيسيوس جونيور، ولا بنزيما، ولا لا، هي المنظومه هي البطل، الفريق هو البطل، فبالتالي بيقدر يحقق الفوز باريحيه زي ما حضرتك قلت. هل يقدر يكمل ده؟ يعني خصوصا انه يعني حتى لو تخطى تشيلسي هيلاعب الفايز من بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. طبعا مواجهه فنيه جدا طبعًا. يعني جدا تقطيع يعني هتبقى، تخيل ان مثلا بايرن ميونخ وريال مدريد في نصف النهائي، لا مواجهه صعبه ومن كلاسيكيات او طبعًا. كره القدم العالميه طبعا يعني. صحيح هتبقى يعني لكل من هو يعني من لن يشجع الريال هتبقى مباراه جميله، اللي بيشجع الريال هتبقى مباراه تقيله قوي ورخمه على قلبه طبعا يعني. لكن الدوريات بقى يعني الدوري الفرنسي مبدئيا وضعه معروف، يعني من اول لحظه يعني معروف يعني هو رايح فين الدرع رغم الهزيمه الاخيره، لكن هو خلاص يعني هو باريس سان جيرمان بيخطو خطوات واسعه جدا نحو الاحتفاظ باللقب وتحقيقه، وهو الحقيقه انه بدا يستغل الفرصه انه بيتم الدفع بعناصر كتير جدا صغيره عشان يعني مستقبلا يستفيد منهم ويعني يقلل عمليه شراء اللاعبين الخارجيين بشكل كبير. اللي عاجبني ان في منافسه على المراكز الثانيه، يعني موناكو، مارسيليا، رين، ليل، في منافسه جيده. طبعا عندنا لاعب محترف مصطفى محمد مع فريق نانت، نتمنى له التوفيق اكيد، وفريق نانت يكمل في بطوله الدوري وهو يعني يحدد مصيره. هو مشكوك في استمراريته؟ هو عشان خاطر هو متزيل القائل، لا هو بعيد عن مراكز الهبوط، ولكن هو مصطفى معار من جلطة سراي، وفي بند بيقول ان الفريق يعني لو عاوز يشتريه يدفع رقم معين لفريق جلطة سراي، والمدير الفني اكد ان مصطفى برغم انه مش بيشارك بشكل مستمر او بشكل اساسي، لكن لا لاعب مهم عندي بينافس على اندي ديلور وجانجانو على مركز راس الحربه الصريح في الفريق. يعني احنا اكيد بنتمنى له التوفيق، وبنتمنى كل لاعبتنا المحترفين في الخارج يبقوا ملعلطين كده ومنورين يعني، كما هو الحال مع ابننا زي ما بيتقال عليه دايما محمد صلاح. انا بشكرك على وجودك معانا في حلقتنا النهارده، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك. وحضرتك طيب وكل الامه الاسلاميه بخير ورمضان كريم على حضرتك. الله اكرم، ربنا يخليك. طيب يا حضرات، احنا هنطلع فاصل ونرجع بقى عشان نستقبل حضراتكم في الفقره الطبيه المسجله، بالمناسبه كان ضيف هذه الفقره هو الدكتور باهر السعيد. واسيبكم بقى واشوفكم على خير باذن الرحمن، انا وزميلتي العزيزه نهاوند ان شاء الله. احنا هنلتقي من خلال 10 الصبح في الاهلي بعد رمضان والعيد، كل سنه وكل حضراتكم طيبين، لكن اكيد ان شاء الله ان عشنا هنتقابل مع حضراتكم من خلال الاهلي في رمضان. كل سنه وكل حضراتكم طيبين وفي احسن حال. اشوفكم على خير.